تحية ليك وتحية للدكتور والأستاذ أسامة ولجميع متابعي قناة البلاغ وبرنامج البلاغ الذكية. تحية لشعبنا في تونس اللي كل يوم الحقيقة يعدي في أيام صعبة وفي أوقات صعبة. إن شاء الله ربي يخفف وربي ييسر الأمور بأفضل الأحوال وأيسرها. الحقيقة أنا بالنسبة لموضوع طرحته نقول أنا أهل فرنسا أدرى بشعابها، ولكن اللي نعرفه أن السياسة رسائل. السياسة رسائل، كل حال بالنسبة لي نحن كعرب ومسلمين معناها 37 ولا 34 سنة، هذا متأخر كثير. يعني احنا اللي قادوا الفتح الإسلامي أغلبية في 18 و19 و20 واللي أرسلوا دعاء معناها الحضارة الإسلامية، هذاك هو المعدلات بتاع العمر بتاعهم. هذا بالنسبة لموضوع السن. بالنسبة لي معناها اختيارات الرئيس الفرنسي، ماكرون معروف هو من الماكرونية اللي يؤمن أنه ما ثماش يسار ويمين، ثم خليط، أو هو يريد أن يخترع هذا الشيء. لحد الآن معناها تقييمه عند الشعب الفرنسي، ولكن هو يريد أن يصنع ما بعد وجوده في الرئاسة، أو يحافظ على مصالحه ومصالح الطبقة اللي طلعها بعد وجوده في الرئاسة، من خلال أنه هو قاعد ياخذ أغلبية الناس اللي خدمت مع ساركوزي، يعني اللي هو يعتبر أحد وحوش السياسة الفرنسية. لكن أنا الحقيقة نشوف أن الرسالة بتاعه، الرسالة الفايتة، فهمها العالم، اللي هي امرأة وكذا واحد، وما عطاهاش يعني ربما معناها خدم بها كما خدم بها معناها اللي عندنا نحن، فهمني، عدى بها القوانين، عدى بها قانون الروتريات، وعدى بها عدة قوانين، وبعد معناها فهمتني اتكى على الجد. توا معناها في العالم في قلب الأزمة، العالم في قلب حرب هويات وصور، وهو معناها بخبث شديد جاب معناها شاب مثلي وليس لديه أي معناها مؤهلات، الدبلوم بتاعه مشكوك فيه وهو يواجه في هذه الفضيحة، وهذا الشاب المثلي رئيس الحكومة يختار زوجه وزيرا للخارجية. معناها يعني رسالة قوية وقوية جدا ماكرون لمن يهمه الأمر في مجتمعه وفي جماعات الضغط، ولكن كذلك المجتمعات الإسلامية والمجتمعات العربية الإسلامية، وهي معناها صدمة حقيقية، معناها ليست هكذا وليست مجانية. على كل حال هو رسائله هناك، نحن رسائلنا في غزة، وشتانا بين الثرى والثورين.